trabajaba millones buenas y dejar que el mundo bueno llegue. El acto de tajdir, el cultureña, para mí los antiguos, vosotros, a los que hacen el acto de tajdir, no es de la acto de tajdir, es de la acto de tajdir. Ayer, el tipo de la acto de tajdir, es 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 de la acto de ثم تحكينا ثانية صغيرة كده حصلت في الكيسة للقلوب وفعل أكثر خلايا اللي هي اسمها الكيسة دي لأن الكيسة دي بتعمل إيه؟ تاخد تحت تأثير عضو الشروط ثلاثة سنة ثلاثة وتحط عضو من عضو كام؟ كام وكام في الشهر؟ ليه وكام؟ يبقى الطالب بيفكر إذا خدت أكثر محطة هذه الثلاثة أو حاجة كده من المعلوم يخافوا غطى بإذن الله. إذا حدث الدايلوشن ده يطلع على يوم دول بتخرج الكنتوية الخمسين في مرحلتين، أهم مرحلة في البيئة الثانية. وعشان الألمان كتبوا الحتة دي سموها دايلوشن سيجمنت أوف ذا اللي بعد كده الانتخاب اللي هي 50 انتخاب لازم يشتغل فيه. ثالث. طيب ننتقل للرول الثاني اتش اللي هو العسكر ازاي نركب الدور؟ اعلى تركيب الدور قلنا لو ان الانترستيشن بتاعك هنا 300 فوق سوبرفيشن ليفل وتحت كام؟ 1000 واثنين اعلى حاجه نحسبها جوه ده بره 1200 اللي فاطر الشيء ده او ده اعلى تركيب يوري اللي ممكن تخليه قد جاب اربع مرات من 300000 جنيه. ده بيحدث شيء. بيحدث على مرحلتين برضه. ليه تيكال والبوست سبوستيكال كولكت؟ حته دي. تيجي الـ ADH يشتغل على البارد وكريستين طول السكتور. يحط اكواكورين نور. ورد طب من المايه. هنا ترجع بقى المية يرجعوا تاني إلى كده دي ونرجعها تاني 300 يبقى نرجعها أيزو للبطن أيزو للبطن تعالي تعمل برضه الـ ADH الطريقين برضه كريستين تو قلنا كل حاجة في الماية تورماتي تو برضه كريستين تو أكواكورين تو يحط تاني أكواكورين تو من فصل ماية تاني أكتر أعلى تركيز ممكن توصله اللي هو 1200 وتعوض الإضافة. يبقى في الأول رجعناها من 100 إلى 300 عوض الإضافة. وبعدين تحت خالص أعلى حاجة ممكنة 200 شطر 200 خليها 200 وال 200 بيحدثها بفعل الـ ADH. برضه تسليم أكوا كوي. نيجي بعد كده في سؤال أمورين الكونسنتريشن حتى النهارده في الأبيتوس يعني لارج دور الجويت الكتب يعني فين؟ ملوش طعم. قلنا في الديزاين الوقت العين يبقى في 2.6 ما بيطلعش اي اتش يبقى الدم ضد تاريخ السن. أو العين تنزل ما عندهاش أكواكورين 2 برضه كريستين 2 يبقى نزل جاي تاريخ السن. كل ده خدناه. وفي هاتين الحالتين هينزل اليورين دايلوتد كوميوتد نزل برضه كتير ورد في الجاز ولازم تعوضه انك تشرب كتير كل حتى قلنا ان ما عندكش ترد ما بتشربش هيحصل لك كل البي كالريشن ساعات البي جاي تدور ال اتش باور من ترد 6 باي كده ما عندكش مفيش ال اتش بياخد ميه ومفيش ترد ما بيعوضهاش بالشرب كل ده قراءة سامي نفسه. نيجي أول سؤال نظري مهم. تيوريتيز أند تيوريتيز نظري مهم. في نوعين مشهورين من التيوريتيز. ووتر تيوريتيز أند إنفاكت تيوريتيز. ووتر تيوريتيز يعني واحد شارب مية نازل مية.
هذا لو تخيل كتير يا نادي ماركينيو، بس عاوزين يتكلموا. وحضرتك تشرب ميه كتير الى خففت الضغط، الى نقصت الانتظام الصحي، وعليه ينقص الـ ADH، ما فيش ADH. ما فيش وطن يا زوجي. قال لي روح بتاع الـ ADH، فكرت بك. ما فيش ADH، الـ ADH مسؤول عن قلبي وطن يا زوجي. فكرت، ما فيش فكرت وطن يا زوجي. وركبت الكل غيرت هايبرتوني، ده النص العلوي في الجدول، ووتر ضروري سيدي. لذلك لازم يكونوا جميل ما تقابلوش، عارف احسن مثال لوتر بيقول ايه؟ كده في ال بي اي ثابت. وجميل في الكبدل ما عندوش ال اتش. فبيحصل له ما فيش فقرات لوتر يا زوجي، فينزل الميه، دور كتير جراف في هايبر تايم. فمين احسن مثال لوتر بيقول في الكمرض؟ جميل في الكبدل، لكن في الحقيقه لوتر بيقول كان شركه احسن لوتر بيقول. تاني واحده بقى اللي هي الباقي كورس. الكل برضه ليها فيها دي اس جديد سويد. احسن مثال ليها في الاوضاع ثلاث نكتبه جميل ما تبقاش دي اس. قلنا المفروض الاوضاع بتاعت الايه؟ من اول حته في البروكسيمال كونفيك فيديو. يعني المفروض فورس كارد ولا بروكسي. لو انا عندي جديد سويد البروكسي عالي ده خطه فاشل مش قادر انبسطه. فاضل هنا. والمسك معاه الميه والاكسبوز. يعني مانع انتفاض الميه كل اجزاء الجدول اللي كان المفروض الضغط الاول كان اول نقطه في الحوض بس مع ميه مش هداك يا ريسبول يبقى مانع الاوبيجاتي ويجي في الاخر ماسك ما برضه ومنع ايه؟ فتاكر يبقى ريسبول يجوز ان الجلوكوز كان المفروض الضغط الاول ولم ينقص فبيؤدي الى فقدان الاوبيجاتي للتفاضل الوتر في الاخر بس تقدم ده وعليه راجع الضوء والجرد قلت لحد كوني ما اكثر من الوتر دوز والبرانت دي حاله بلاك والخوز فيبقى عايز الضابط يطلعها او هايبر بودي يعني ايزو او هايبر مش نوت سيجرافي ما هايش سيجرافي مكتوبه ايزو او هايبر هي ايزو او هايبر كل الطريقه اللي زوجتي استخدمناها برضه مستشار صاحبي وانت عايز الضغط. قول له ايه؟ اللي حد الضغط عادي. عرفته منين؟ يقول له لما يمسك الهدوم هو عارف ان الكليه تتضغط من دي بيحل المشكله انها تقلل الاكس صار فلوس تقلل حد الباب اللي انا بتاخده منه. بس ما تخش على الرز. انتهى. الموضوع الاخيره ادويه دوريس. ست ادويه ممكن يعملوا دوريس. بس انتهى بطريقه حلوه. تمام العدد 1 2 3 من هو اشهر دارجة للعدد؟ الدارجة اللي هو هتطلع الاجيال ازاي؟ حط كل جالوت كاريتي طلع عندكم بدري يمنع اشهر ثانية اللي هو مشير الراعية انتوا اللي هو واحد وثلاثة معتوبة اهو اذا فقدت كلورايد فضي وبوتاسيوم انتوا عامل مايك ده النادي يرنوك برضو اشهر يعني كده كده في المطبخ بيشتغل ازاي؟ علاجك لوب ثيرابي بيشتغل على الثانيه اللي هو رباعي الاشواط يشيل اثنين كورايز واحد بس واحد دواء ناخد اثنين بعد كده مش روان واحد قانوني والثاني غير قانوني وانت ما ردت المصير لو شفت اهو قانوني لما تقدر تقطع بين اتش، انت مش اتش، هتحط ازاي؟ مش
اشهر برنامج يحتوي الطبيعه ده في عرض الشروق. قلت لك كليه بروس واقولها اخر مره النهارده. اوتر يعني ميه، واستيرون اللي تركيبه استيرون. الرول يحتفظ بالميه، هو بيحتفظ بالريح وميه. وبعدين بيسموه اوتر، اوتر يعني ميه ستروك. فالرياضه تحت دي عقار مشهور جدا في تجاوز سؤال الكترون. تبقى عارف لو قريبك بياخد الكترون يبحث عن الامستيرون، حتى ما تسيبش على بعض. هذا كود امستيرون، هذا كود امستيرون. ثالث انترنس توقف كربونيك انهيدريت ويعمل كربونيك اسيد. يبقى بيقنع الهيدروجين ديبريشن. وهيدروجين وصول دي ابزوربشن. وصول دي ابزوربشن يبقى ضغط الاسطول مع ميه. تحفظ الجودي. يبقى لما تقول بطريقه جميله خالص. ست ادويه تعملها جودي. واحد اثنين ثلاثه. واحد اشهر واحد واحد. الروح يا رفيق اللي هو اللازم على التاجر ده. ثم ضل شنو بقى قهوة ومش قهوة. القهوة ده ويجي الفقار الكحول يخطر دماغك في الـ اتش يطلع من دماغك في هذه الفرق. 24 يوم. ثم تراجع التاجر تقفل الفقر بتاعت الـ اتش برضه بسيط من الفقر. فأنت برايز عند الصوت عند الفقر فأنت برايز ترتبط الهبريد اللاين لو هاي من سبيشال دول فضلوا في أبوشال مثل استوديو مع الماي تقليل الصفحات الطبيعية. لو جبناها دي شهر 8 يوم. 6
تلاقي الانتكاسه العام لازم يخدم. يبقى الدوله مش عارفه تضبط بس. تكسر كل رقم باقل من خمسه، تقول الرقم لازم اقل من خمسه، اربعه ونص. بكل لتر. واحنا بنفلتر في يوم 180 لتر شيء صعب. عاوزه بعد كده ابقى
الزواج بيبيع الدور الآن في الفيديو. طيب تعال نشوف الفي كيف بتشتغل ازاي. بص الرقم دي عشان تاخد بالك منه. ده اليوم من الفورمر وده البيت رقم 100. واحد من اهم المعلومات في الجيم دي السوري ايه؟ ادي الفي كيف بتاع البوتاسيوم. الفي كيف موجوده بتاعت البوتاسيوم موجوده عن البيت رقم 100. وتاخد 3 صوديوم هي مرسومه لازم تحطها هنا وتطلع عوضا عنه 2 بوتاسيوم. وبعد كده عشان ربنا ما يحترمش تطلع للمره نعمل تركيز عالي للبوتاسيوم جوه الكيس اعلى من اليوم فتاني اعلى من كل اليوم الفرقه فاتت. لا اكتب بس عند الفيديو اضرب اوضه ان انا هنا وتبقى تايه في الفلوس. واهم سؤال في اليوم السنه ده ان انت تاخد بوتاسيوم وتاخد صوديوم وترمي عوضا عنه بوتاسيوم عند الزيت اللي انت بتضربه عكس الاكيد وعكسها مع العلم. يعني التبادل بين الصوديوم والبوتاسيوم عند الزيت اللي انت بتضربه ان الصوديوم والهيدرو عند الزيت اللي انت بتضربه عشان احطها لك ما عندناش العربي كله مش بوتاسيوم عن البوتاسيوم والبوتاسيوم. بوتاسيوم عن البوتاسيوم. تبادل معصوم عن البوتاسيوم. لازم مش كده، لازم عن اسيب الرسم بعد شويه عن بدون البوتاسيوم. أول تبادل عن البوتاسيوم والبوتاسيوم. فاكر اللي أكل طبعا اعتبر صوديوم. ونبني تركيز عالي تاني نقلة تبقى بعد نتروجي. أسبابنا سؤال بس وكان أجزاء. الفكرة الثلاث مرات والسكريت في البيت عند الفيديو رقم 4 بتاع تنفيذ أمر السلوك. إيه الحاجات اللي بتخليك تبني بوتاسيوم في البيت الفور؟ في بس تبني كتير في أربع أحوال. بطريقة حلوة. لو زاد البوتاسيوم في البيت شغل الرد لقيت الموز رخيص ارخص حاجه في السوق. فتحت 3 كيلو موز كله بوتاسيوم طلع فوق فوق الروز كيلو موز يا ابو فايد. فالبوتاسيوم زي البيت يعني اول حاجه اليوم مش بوتاسيوم رخيص لو بس طيب كيلو موز. ثاني حاجه علاجك كاريتك فاكر كاريتك اليوم اللي هو كاريتك كان بيبني على مدار 2 فرواي 1 كتب 1 بوتاسيوم فالنيل حط فيه اهو الطائف والكارنت زوده لو جات بس في الطائف والكارنت زود الخاص بس. طب انا عندي الكرامل لان البوتاسيوم على الكرامل بس ابوك تانية كلمه انا وش تانية يعني عنده الكرامل تاني يوم يبتسم فيه وعزلت الارض الشروط مش هيجي تاني بوتاسيوم. كل الطاقة دي موجودة في الرياضة المشهورة
والمبادئ العقلية والرهيب لا فكرة وده السبب
مش عاوزه انت النقطه الدنيا ولا وخل اخره خلاص بلاش كده في فيلم اسمه بدايه وايه؟ ولا ايه عارفين؟ لا والله الله يشيلك ربنا يرحمك البدايه والنهايه بس يوميها كده طب عشان تعمل طول بقى تاني تقول حاجه اسمها يوميها طيب يعني يوميها فعلا ده بتاع حلو قوي شهر السنة ايه؟ تهيج، فيعمل ايه؟ طرشة بالتالي.
يعني ازاي عليك تبقى نظام؟ انا طالب ان شاء الله قلبت الكلام كتير اخليها برضه 25 يعني عارف انا بطلع 25 يوم فيجيش تحت وحي يعني سؤال اساسا ما بيجيش استيك رقم 65 هنا ورقم 25 هنا بطلع ازاي؟ طيب ماشي الدكتور الثاني الصوديوم بوتاسيوم ده 50% التيك الثاني صوديوم بوتاسيوم كالسيوم الكالسيوم بطريقه ثانيه هنا لازم 25 بالظبط واحد واحد ينفعش ومش قد بعض. لما هنا الميزانية مختلفة دخل بوتاسيوم طلع شوية بوتاسيوم. نسبة دي نخليها برضه 25% 25% هو نفسه بيطلع كل واحد. فده الثاني بيعمل الكالشر لبوستن ثاني. لو قلت كل الهرمونات تشتغل في الاخر بتعمل طيب الجار. فيجي هنا بقى الطرف الراس ينزلوا من الثالثة مجرشة من ايه؟ اليد تفتح ان كولكتيف اليد تفتح ان كولكتيف بس هو هيرجع في مصادر كويسة مش عارف كنتوا بتسموا ايه؟ سيت باك رياكت اند انجوي كل حاجة مرسومة ركز عشان مكاني يروح يعني حتى اذكر نفسي احب اشخر فهنا من أربعة لستة عشرية نتكلم عن أنظمة الدولة في الوقت ده أنا صلي وأنا صلي أحط ده أنا حاطط أكتب هنا بقى دي أكتب مش كده دي وحيدة اللي أكتب 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 كده عاوزة أي تي بي عاوزة أي تي كي عاوزة أي تي بي عاوزة اي تي بي فكنت بس ما بيجيبش تعملوا الفرق في النوم. يعني انا في الطريقه الفرق في النوم مهم الاكل يا دكتور. دلوقتي التربيع تكوين الثالثه اي تي بي. طب ايه الحاجات اللي بيتجوز الثالثه دي يا دكتور؟ فرق في النوم اهم واحد تاني. تعال نرجع للدكتور ان شاء الله. فرق في النوم في الكلمه بيتجوز الثالثه في النوم. ثالثه بيجي هرمون. وثالث بيجي على البرامري بورشن على التستن ابزوربشن على الكيدني ابزوربشن ده مش هيعمل بعض ريزلتن ابزوربشن ري ابزوربشن مين دولة الكوليسترول ما كان بيقعد الوقت اللي هو ده الوقت اللي هو ده ده ايه ده هو ده هو الكوليسترول ده هو الكوليسترول ده هو الكوليسترول ده هو اي حاجه صوليوم طلع هرمون مين صوليوم ده هو الابيض عشان الناحيه الثانيه مكتوب الفلوس ومكتوب الناحيه الثانيه مين العدو الطلق هرمون اللي نقص في الكلام في التنين طيب نيجي اخر واحده من بعض زائد المسافه اللي جابت دول ابزوربشن نقص ونقص دي مسافه مش راح نقص ونقص عشان كده تكون فاضيه عشان تفهم ايه نقص ونقص بص معايا احنا عارفين ان حاصل ضرب الفوسفات في الثالثه بيساوي ثابت بيساوي في الضرب. وعليه ضعف الفوسفات بيعمل ايه في الثالثه؟ يدور الثالثه. وطبعا زياده الكالسيوم تؤدي الى نقص الطرف هرمون وعليه ضعف ثالثه ابزوربشن. دليل ليه ضعف الفوسفات بيمنع الثالثه من ابزوربشن؟ لان علامه الفوسفات ضعف لان الثالثه ما جاي، الثالثه ما جاي يضعف الطرف كمان ينقص ايه؟ ده تفسير. Completion of hydrogen. كل نظري هي طبعا القصه الجايه في الرمل اللي هم مش هشرح الاقتصاد، هشرح ابتدائي في الاقتصاد. الدكتور علينا نظري مهم والسؤال. بس الدكتور كان مش هو ده اللي جاي. ده بدايه اللي جاي. وطبعا بقى جثة لا ينقص دور اسيد. الهيدروجين ده لازم يحتمل سكريشن. سكريشن. مفيش حاجة اسمها هيدروجين دي ابزورب. تاخد شد. مفيش غير مادة واحدة اللي بيحطوها. مش عاوزة سكريشن. ليه ليه ده ليه سكريشن؟ عاوزة مفيش أمر اسكريشن. انا بقول عندي عيب انت لو ما بيعملوا هات في ناس وهم
مين خد عندي الخطوه؟ عندي 1000 سؤال واحد 1000 لو طالب توقف في اجابته واحطه اذا شفته ولا حاجه اشوفه. انما بره مين؟ تعليقات على طول والله انت بتحاول انت بتطلع في الشيء كل واحد وبتقعد بعد كده وتضحك عليك انت Go, 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 go
الاكسبلوزيون. لما قلت مع الهيدروجين يعني عن زمن الغرب. ونقطة مهمة جدا في الجيم اسمه وورد وايد. وورد وايد. تاني نقطة مهمة جدا. ان كل هيدروجين اي سكريتد في 1 باي كربونات في ازوز. الرد والعكس يبقى فيها 1 تو 1. لو قلت لك انت عملت فيجن ل 85% من الهيدروجين لما خدت حضرتك مع الدماغ يبقى لازم تطور 85% من الباي كربونات. 1 تو 1. اللي جاب العكس اللي جاب هيدروجين ده باي يبقى اتعلمنا المدرسه دي حاجتين. مش لازم هاجم معصوب في الام كيو ليوم من الجوزة مش نايمة زي المتاجة ايه هنا جوزة واللي لازم للبايكر بريد وان كوا اللي بخلص من جوزة الخامسة زي كانت مؤكد عمل الجو كده البوكت 35% وكلكم فرق واول حته في البيت كده انت تخلصت من 35% مش كاتب الدليل هنا 35% من 35 في البوكس يعني تعالى افتكر ياكل يا دوش مكتوب ايه؟ بروكسيمال لوكو هيرن اند هيرن ستارت اورجانيزم ودول مع بعض كام الداتا؟ 35 انا عندك فوق البروكسيمال رياكس تكتب 85% يعني معظم ال 95 في اول حته عمل مهم لما ما خلصتش الهادم اللي هيحصل كده ضغط الكلاكشن. عشان كده 85% من التوكس تكملهم كل يوم وستار ستارت وجاوب وغير او زي ستارت اللي هو اللي انت شايفه قصادك ده. هنا ما دفعتش فلوس الهادم. انت وانت بتاخد فضوط ما بين هادم تاكل دي اكتف سكريشن. صوديوم ديبندنت يعتمد على صوديوم. عندي يوم الدوره not affected by aldosterone. كل ده مكتوب. دول كمان 5% من هذا نفس المين. بس كل الهدم اللي بتطلعه ولا فوق. قالوا له قالوا عشان تعرض على كيس كارد. في اخر 5% بقى فاينل ادجستمنت. في اخر حته في البيتر كلها. العقل. هنا بقى صوت ما بيدفعش في الهدم. ارجع اعتاد نفسي. برايمري ريأكتس. برايمري ريأكتس. صوديوم كيد الهدف لا يعتمد على الصوديوم. الدكتور قال لي بتاخد معاه في الدرس هات الخمسه في الايسيد زي الهامل وناخد في الصوديوم ناخد في الدرس عشان كده صوديوم كيد الهدف في الصوديوم هدف. الهدف ده بيعتمد نفسه. ومين اللي بيقول كلمه دي قال ان افوكاتو متفاوته في الارض سترون لقينا في الارض سترون. فده جدول مهم جدا 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 كيف اتخلص من 100% هادي؟ لا يوجد في العمل اليومي ابدا. معظمه في الاول 5% وبلاش هنحتاج ان صوته سكن في اكتف سكريشن عند نيورال بوردر 5% بس في الاخر هنحتاج نفسه ولا يعكس صوته جيني فاتت يعتمد على الاندوس في الاول تكتب الصفحه الضغط طبعا هي تاخد مني نص قصه ايه ده؟ اكتبها ليها كلها ليها. اكتب عليها رقم الهرمون واستعد وارجع لها فتره طويله باذن الله. لازم اختيارات. صفحه مفضله ده
ثم اللي فاتت رجعوا على الاس ترون عند اليوم المرضى 5% من الاي تي في الاخر رجعوا على السوبر اخذنا الشيطان يعني كنترول الارض السوبر هذا اليوم مستعد يلزم فيها لا الشعر الصفحه اللي فاتت هذا اليوم مستعد مش شعر دلوقتي صفحه مع الاس تي تاني لو ما فتحتش مع العبد الله ده اسمه ايراد اسمه القصه اساسا انت اللي على سهل الطلعه دي بقى خلص في ايه هذا كيرون هو اعظم كتاب في علم الكيمياء الانسان والموضوع كان لا يمكن فهم كيفية عمل الكيمياء يعني هذا الموضوع مهم جدا كلينيكيا واكاديميا من غير ما فيش كيمياء اساسا مفيش كيمياء في التعليم كانت هذه مقدمه لابد منها تطلع موجود بحكم فدي ديفينيشن هنتكلم عليه باربع نقاط لو تعملت العنوان هتوصل للديفينيشن لازمه كثيره حد مش بلازما ده بيقول بلازما كتير في صوت الكواليتي لازما كتير حجم البلازما يتصطدم فيا طب هتبني ستار سيرتيفيك الهواء طب الضغط ولا في ستوري طب الجي اي تي ولا فلوري خلاص يا رب اريح ده اللي هو تصطدم البلازما اللي هنزلها فين؟ ايه الشباب دي؟ فلوري بس اهم كلمه في الموضوع هتحطها في دوره بيرمنت الحساب كتير مش مليار بيرمنت 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 وقت ده نحكي بحجم الدوري دي اللي ما خلوش مع العقل ده يقول له لغه اليورينيت الدوري دي فهمت علمت فانتبهوا على اداته برضه يعني يقول لك انت ونعلمك منين بنجمع اليورين دي معيناش فقط بعد العقل دوت 24 ساعه بكتب ماشي بكتب كل يوم حط فاضي برضه وانت بتكتب وبكتب 24 ساعه على سنين يا بديل. ازاي من عين يورين في الدنيا؟ 24 ساعة يورين في شيء تاني؟ أي حاجة بقى شيء. وأنت حاسبها. قال يقول لك يورينيت في مدة دقيقة. حلاوة. طب ليه؟ هذا اللي بقى بعده هذا. كفاية له. نيجي الكالكيوليشن قلناها قبل كده مع الجنين هي المية بابا الأمراض اللي شاركها الكلية من البلازما الأمراض الكلية في الكون بلازما في إيكوال بيعملها بيوري في إيكوال في الأمراض الكلية إيه؟ بيوري وتتبع المعادلة دي لأن إحنا قلنا الكلية لا بتبني في الهواء إذا اللون ولا في الستون زي الجهة دي الكلية والبلازما في إيكوال يبقى الأمراض كتير إيكوز أمراض مش كتير. كارثة. في آخر مرة هقولها. أنا بنرجع أكتر أي أمراض تساوي إيه؟ نكتر فوق الكونسنتريشن. تمام الـ FDA حوالي 20 طن من البوري. تركيز الإطار في السنتي 2 ملي جرام. حوالي 20 طن كل سنتي 2 ملي جرام. يبقى فيها 3 ملي جرام. أربعين الأمام حدثتها ازاي؟ ضربت الدولة في الكونسنتريشن. أنا بعد كده مش عاوز اللي مش هبقى معاكم، دي آخر مرة هقولها، مش هتسمعها تاني. لما يسألوك في الطب وأنت مريض محترم الأمام تحسبها ازاي؟ تقول له فوليوم باي كونسنتريشن. اللي ده الكتاب اللي قلناه، وبعدين يسمعوا في كل مرة يسمعوا. هذا ده. فالأمراض كتير تساوي حجم البلازما الكتير اللي هو فيه. وخد بالك فيها ما عندهاش خبرة، لأول مرة فيه في الطب مش كونسنتريشن. برضه إن الموضوع اسمه بلازما كليرنس. فالفوليوم كتير بيطبق عليه فيه. لأول وآخر مرة في الطب فيه كان فوليوم. أما التركيز في البلازما فيه. حجم البلازما اللي نضج فيه في ترتيب المدى البلازما فيه، تساوي الأمراض الكبيرة اللي بيورث،
وحجم اليورين هنا دي حجم اليورين فين؟ بس اهم حاجه من غير حجم ده في التركيز في اليورين اللي هو يوم. اذا دي تساوي يو في دي على بي. كلها كلها معايير اول حاجه. قلنا تاني دي تساوي يو في دي على بي. بس الطرق العالم ما يعرفش المعادله دي. معادله تاريخيه لا يمكن ان يعرف الطب وجودها وهي معادله تافهه في الامام سبيرتي وفي الامام سبيرتي. تخيلوا القيم الثالثه اظن في اليورين. واي امام تساوي حجم التركيز تي في بي تساوي يو في بي. يبقى اذا تي تساوي يو في بي على بي. قوة كده طول ما انت ماشي النهارده تي تساوي يو في بي على بي. تي تساوي يو في بي على بي. بس حجم اليورين محسوب في ايه؟ ايه؟ كده احسبه كده ده. يورينيت كل رجيع. خش يا استاذ. نيجي بقى الامبورتنت. هذا الموضوع يعتمد على حسابات. العقل يا عارف ان طالب الطب وورك وان فش حساب وتصور ان انا داخل طب يبقى نرجع للهندسه. بقى فرق ان حول الموضوع من حسابات الى حاجه فضوليه. لو عايز كل اثنين قاعدين واحد قصاد الكلام والثاني الصفحه اللي بعدها اللي هي وكل ما دخلت في 2 بار اوبن هيمشي من 2 بار تفلت.
هو عباره عن حرف الفرق ده من ده، فده رقم مش مهم 513. المثال هنا بعمل البوتاسيوم واليوريا.
في الضوء. زي المواد اللي لها اهميه غذائيه زي الجلوكوز والامينو اسيد. الاهتمام الرابع بيجري الدراسه، يبقى كده نقدر فيها نحسب معاه الرفعات اللي احنا فيها. يعني لو حته من المستطيل الابيض لو نزلت اكثر من 125 ده ما يحتاج للعرق. عشان الماده دي توفر تكريم زي الكرياتينين طار شيء تكريم زي الكرياتينين. الكمال الخامس ايه المربع؟ يبقى كده هنقدر فيها 25 وكل المستطيل يبقى كده هنقدر في 650. يبقى الماده دي انا قلت كومبليتلي secreted solid state distribution. الرابع أكتر ده عشان طالب ممتاز يقولها تروح ستيك ديستربيوشن. والمثال طالع أمينو وكوريك أسيد. السؤال الأخير هو أصعبه قليلا. ميتل مربع ده كده كام؟ 125 وكل المستطيل تكملنا 150 وزيادة شوية يبقى لنضيف أكثر من 150. خلاص إيه الكلام؟ وكده ما دخلهاش غير مربع مستطيل. لا مش الزيادة دي منه اللي هي ليها في حاجة في الكليات اللي أنت شخص بالك منها اللي هي الكيلو أوف. يبقى 100% المادة دي موجود أند ديكريت. نزلت فوق ودول ونزلت هنا شويه يبقى مين دي عملته؟ رابط ان سكريتي. والمثال امونيا رابط ان سكريتي والاكزامبل امونيا. كذلك الجدول اللي هي اللي بينزل يا بابا الصدر فاللي ينضف فوق ايه؟ لازم بقول الكلية نصابر 125 او غلاوة معناها انها نزلت 125 خط جذب معناها انها نزلت المادة المادة مش مش الجذب اللي موجودة 125 فيبقى النزل فوق كام؟ 125 واضحة ليها ولا حد مش فاهمها؟ الكلية بتنزل مش ال 125 بتنزل السبستنس اللي ب 125 فيبقى النزل فوق 125 هناك ستة احتمالات ما تابع لهم. نزلت المربع ده موجود في يبقى لو كانت الفلتون يبقى فوق ضد التاس 125 ده معناه ايه؟ ان يدخل اليومن تاس هو اللي يدخل. يبقى الماده دي هتاخد منها ولا اضيف اليه؟ نايضا هي افضل النور ستين زي ايه؟ نزل حته من المربع يبقى نزل اقل من 125 طب الحته الثانيه دي العقل راحت فين؟ عشان يظل ما نزلش حاجه خالص يبقى منطقه كتير تظل. ليه؟ لان كل اللي فلتر رجع تاني. ده مهم عشان ننظف منها الثلج زي الجلوكوز والامينو اسيد كومبليتلي ازول. السؤال الرابع نزل المستطيل 125 وحته من او المربع اسمه حته مستطيل يبقى جبنا يبقى اللي نزل اكتر 125 اللي بناخد النقط الثاني بارشل سبيد نزل كل المربع 125 وكل المستطيل راح لنا 650 يبقى الماده دي كومبليتلي سكريتد اصعب مثال للرسيب. الكليرنس اكثر من 650 يعني الفلتة فوق الماده اللي بتجيبها واللي بتضاف زياده شويه كمان تنزل. طب برضه ليه؟ برضه ليه؟ يبقى الماده دي خربت ان سكريتد ده الاول. ان اعظم انجاز في علم الكلية هو الكلمة كتيرة. دي مئات المواد في جسمك، واحنا قاعدين كروسنج ليك حاطين رجل عليك. عاوز تعرف المادة دي كده بتعملها ايه؟ مش هنيجي جنب الكلية خالص. عدى ده تي تساوي يو في دي على تي. اختم تركيز المادة دي بالثلاثة، تي. تركيزها في يونت، يو. حجم الجول في الدقيقة دي. واحد المعادلة دي المادة دي هيطلع رقم
من هذا الرقم وانت ما جيتش قبل كده يعرف اقدم عليك؟ هقول لك الكلام اللي انت عملته في النادي. لو طلع الرقم 125 من النادي دي ولا بيعطوه الدور في جنيه. طلع الرقم اقل من 125 يبقى باشا يعطوه. طلع كده يبقى النادي دي كمبيوتر يعطوه. طلع اكثر من 125 يبقى النادي دي باشا سكريت. طلع 58 يبقى كمبيوتر سكريت. طلع اكثر من 58 يبقى فورم الان كان هذا هو اعظم انسان بالانسان في عيش السيئه. انت تفكروا ان مئات المواد في المعدل ده بره الجسم خالص لحد الهوم السيئه جوه بتعمل ايه؟ وده اللي يجي يعمل ازاي؟ ولا السيئه عمل ايه؟ ايه الغرض؟ المعدل الثابت دي تساوي يوتي دي على دي. انا اقول الرقم انت بتقول ايه بقى؟ 125 نيجي بقى للعيانين، دي الاهميه الاكاديميه اللي مع بعض. نمرة 2 و3 و4 و5 و6 في المستشفيات. تعالوا نغير الواقع شوية. بصوا الموضوع ده يحتاج إلى مش ناس أذكياء، ناس مركزة بس. إحنا ما فهمتوش يعني عبد الجامع ولا حتى كان عبد الإسلام. أعتقد إن مفيش دعوة أذكياء بعد كده. ما تشتغلهاش. كثيرة 125 يبقى المادة دي ايه؟ محطوط كمان كثيرة نزل اللي في 125 عشان يفضل 125 الأبطال الثاني ينزل اللي في اليوم اللي فات عشان يفضل 125 المادة دي هتتاخد من يوم الحاجة ولا تضاف هي حاجة يبقى الرضا بيقضوها في الدور ما تيجي نعكس اسمع كل دي حلوة أوي لو أنا اديتك مادة أنا أعلم عنها مسبقا انها نايمه هي دور نور سبيد، هي ما تعرفهاش، ما عندهاش امكانيات تاخدها وتحطها. ده ايه؟ شكر انت ورحت يدك سمعته عنه. بس انا قلت لك هذا الايجر از نايمر ليه ابزورب نور سبيد. تتوقع كبير ومستواه يطلع كام؟ ايه 125 ده؟ ده الكوبايلر كونسيشن ليه؟ دي الطريقه اللي الانسان عين بيها دي اخبار. ده عند الناس. لان احنا جبنا ايمن ده رايدر يعتبر دور سبيد. واحنا بنعمل كتير لازم يطلع 125 ثالث انجاز ثانيا لو مادة كومبليتلي سكريتد لو مادة على طول كومبليتلي سكريتد كومبليتلي يطلع كتير بتاع كام؟ كومبليتلي سكريتد يطلع 650 ايه 650 ده؟ ده رقم رهيب رينال بلازما فلو اي عم يدخل المستشفى ده نعرف حكايتها ده روح للسجن ازاي بيعملوها؟ في ثلاث حاجات ثلاثة بي ويو في لماذا نعلم عنها مسبقا ان الكلمة ما بتقراش بتعمل لها كومبليت سكريشن سورسيك انفورميشن فلازم الكلمة بتاعها يساوي 650 هو الاسبكت رينال بلازما فلو طب الكلية ويجيبها 650 في فلتر 125 يبقى الفلتريشن فراكشن اظن دي سهلة قد ايه 650 في فلتر 125 يبقى الفلتريشن فراكشن 125 على 650 ده قد كده 22% لازم كل عام يحتاج الفلتريشن فراكشن كل عام يدخل مستشفى الكلية تعبان لازم نعرف الجي اف ار بتاعه قد ايه لازم نعرف الاكسكت مين الفلتر بتاعه قد ايه لازم نعرف الفلتريشن فراكشن قد ايه ما بتجيش جنب الكلية خالص، أعطيه حطيه نجم عليك ومعدل ده يوصل دي على تي، لو المادة نايدر يأبزورب نور سكيتي، اليوم التالت نايدر يأبزورب نور سكيتي، يبقى كام خط يا إما؟ إيه 125 دي في الشيء الفراغ؟ لو مادة كومبليتلي سكريتد، يبقى كام خط يا إما فوق؟ 650 ايه 650 دي؟ الاسبكتيف رينال بلازما فلو بتاعت العيان. اعظم انجاز يبقى ليه
اكاديمي رجل اكاديمي مش كبير. طيب عاوزين نحسب نموذج كلينيكال بنقدر نحسب مين؟ نكتب رينال بلاد فلو. سؤال الاكاديمي ملوش قيمه في الطب. يقول لك تعرف تحسب لي توتال مش الافكت. رينال بلاد مش بلاد فلو. لا تشحطوا الافكت اللي هي بتاعتنا في الوقت الحاجه اللي بنعملها في المستشفى. صعبها لك شويه. قال ما تحسبش الافكت تحسب لي توتال اللي ما لهاش قيمه كيميائيه. احنا قلنا في 10% لروبوت. التمثيل فالتوتال يزيد عن هذا الرقم 10%. وما قالكش احسب لي الكلمه، قال لك احسب لي الضغط مع ان احنا ما بنتعاملش غير مع الكلمه. تعالى نشوف ده حلو ازاي. الاول نعين الافكت اللي هي الكلمه بتوقع على الكلمه. نجيب بار عمال نزورك اسف لابدا كومبليتلي كومبليتلي ديكليتد ويحصل الكلام بتاعها يبقى خلافه دي. هذا السؤال هيجاوب الناس اللي هتفكر. لما بنقول ان الماده دي كومبليتلي ديكليتد سوشيال انتربريشن فكر في السؤال. يبقى مين الفينس داركنس يطلع خالي تماما من هذه الماده ولا ماده دي موجوده ماده دي؟ فكر فيها. الماده كومبليت ديكليتد بروتين انتربريشن. هل هنا الزواج دي الزواج بيطلع فيه ماده دي ولا ما تحطوش الماده دي في احتمالات كومبليت مش هتفكر. طب انا عيد شويه. بس اكتب يطلع فيه 10% ماده دي. يبقى دي 10% من الزواج ما راحتش للنابل. واحد تاني تسوق. فلما بنقول الماده دي كومبليت ديكليتد بطول الزواج دي ففي حقيقه الامر الكلي عملت سكريشن لل 90% بس لمده نصف. لكن ال 10% ما جوهاش هتعمل لهم بس مش. وعشان كده التوتال بيزيد عن الاكسبكتد ب 10%. عشان تعرف التوتال لازم تبقى عارف الاكسبكتيشن ريشيو. لما اقول لك الكليه دي الاكسبكتيشن ريشيو بتاعها 90%. يعني هي لما بتنقطفك تماما بتنقطف في دماغك اللي بيوصل الناس دول في دماغك. انا عايز اعرف الطرق انا عندي 90% انا اعرف 100 وافضل في الابلكيشن. الست يبقى 90% يبقى كام يساوي 100؟ 100 بتكتب على 90. هو مش هقول لك احسبها انا مش عاوز احسبها. انت عايز 90% تقدر تعرف 100% ما تعرفش 100% انت الموضوع. أنا قلت لك واحد معاه 90% 90 جنيه ودول 90% بتفرجوا. معاه 90 جنيه قدامه وده يمثل 90% بتفرج معاه، ده لو طلع فلوس معاه ولا دي محتاجة قبيض. معاه 90 جنيه ده يمثل 90%، اللي كان معاه كام هو؟ عاوز أعرف الرقم، ده اخترته بثلاث ساعات. يبقى معاه كام؟ قول لي معاه كام؟ 100. جنيه و90 جنيه يمثلوا 90% بتفرجوا. يبقى فرجوا 100 جنيه. أنت نفس الفكرة. انا بقول لك الافكت ده بيمثل 90% من اللي خلصت منه. هو الاكسبكتيشن ريش. يبقى التوتال اللي وصل كام؟ تضرب 80 على 90 هو مش هقول لك تضرب انت هتضرب في حاجه واحده بس. الاكسبكتيشن ريش روح تاني. تقول له اديني الاكسبكتيشن ريش. قول لي لما الكليه دي بتنطق كومبليتلي في حقيقه الامر بتنطق كام؟ بتنطق 90% اللي هو اكبر منه. يبقى اقدر اعرف 100% اضرب 80 على مش هتضرب، الأمانة ما هيسألك ولا تضرب، أنت كله فوق الاكسبكتيشن ريشيو، هو فاهم. اللي تاني أسهل، إزاي أحول بلازما للضغط؟ خلينا نسأل فاهم. لو قلت لك المريض ده الهيماتوكريت تاني بتاعته 45%، فهمني يعني إيه الهيماتوكريت تاني بتاعته 45%؟ مش فاهم. يعني الـ RBC تشكل من دمه 45% وعليه الدم تشكل كام؟ الارض دي 45 يبقى الدم كام؟ 55 يبقى الدم 55 تقدر تعرف 100% ايه بقى؟ تضرب 100 على 55 هو مش هيقول لك كده انت تقول لهم هما تفريق تاني عرفت من البتاع خلاص هو السؤال ازاي نحول الدم لبار تقول له بمعرفه الهيما تفريق تاني الهيما تفريق تاني 45% معناها الارض دي
الدوله دي الدوله دي لو طلعها 55 يقدر يلعب في 100 على 5 ما هوش يقول لك يخرج 100 على 5 خالص يقول له خد 30 جنيه لما يقول لك ده تحول للتكت يا دوله تقول له فروم اكسبريشن ايش ده سؤال الاكاديمي لازم يحب الجمهور يبقى خد بالك ما بيقولكش يحمل التكت بيها كذا فروم هي المهمه الاكاديميه لازم تحسبها الاول وبتزود هنا تحت الكلاس مش هتفك رينا كلاس مش لازم رابع حاجه كلينيكيه توتال رينا كلاس فلو ثالث حاجه اسمها او خامس حاجه ري اوفر كلاس راجل امريكاني مخه تخين لو جه كان في غير مشي من هناك على العلش لكن هنا اقدر اقول له عمل معادله ما لهاش اي قيمه في الدنيا قضيه واحده فلو قلت لهم ايه هي قضيه واحده؟ قال لك ان لو في كرونيك رينال فيلر يعني الكليه مش شغاله خالص تقدر تركز الدور او تركز الدور دي لو هتتفكر كده لازم لما تدخل زي ما تنزل دول لا تركز ولا تفرق وعليه اليورين اوزمولاريتي لو قدمتها على البلازما اوزمولاريتي الريشيو ده لو الكليه مش شغاله لازم يتجوز كام؟ واحد البلازما ده من اخر يعني ما تركزش ولا تركزش 300 دي 300 مين ازاي؟ فالراجل عمل معادله غريبه شويه قال لك هنضرب الريشيو ده في حجم الجزء دي ونطرح الكميه دي من حجم الجزء دي في ناقص في اليورين اوزمولات بتاع الكلام ده اوزمولات طب لو الكليه مش شغاله الريشيو ده كام؟ واحد يبقى في الحاله دي في ناقص في يبقى النتيجه هتبقى ولو طلعت النتيجه بتاعت المعادله دي زيرو والكليه بتاعتك زيرو يعني امتى تطلع زيرو؟ في ناقص في واحد تطلع زيرو، واحد امتى تطلع واحد؟ لو اليورين اوزمولات دي لقيت ثلاثة اوزمولات، هي ما عملتش حاجة في الثالث، ولا لقيت ثلاثة ولا كان في ثلاثة، اليورين ده ثلاثة، زي ما دخل ثم ده اللي لقيته. طب لو هي بتركز، تعالى نشوف مع بعض. لو اليورين اوزمولات 600 بتركز، بلازما 600 يبقى في ناقص دي ناقص بين بي يبقى النتيجه تطلع نيجاتيف لو النتيجه طلعت نيجاتيف يبقى الثانيه هتركز بتوصل بين اليورين هتبقى تحاول توصل اللي بعدها لو اليورين اوزمولات 150 اقل من الثانيه يبقى دي ناقص بي في نص نص بي يبقى النتيجه تطلع نص يبقى ده معناها ان الكليه بتطيوت اليورين. This is stupid American guy. عمل معادله بلا معادله، ما هو الغبي الامريكاني الغبي ما بيقولهمش كده يا ناس. بقول لهم وياهم تبص دي بالمعادله دي. طب انا قارن اليورين دلوقتي بالكلام ده دلوقتي. لو قد بعض يبقى الكليه ما اشتغلتش. اثنين بلا معادله، لو اكتر يبقى ركزت اليورين، لو اقل يبقى خففت، ايه المعادله؟ ايه الغباوه دي؟ الكلام الاخر الامريكاني قاعد في بيته كده وكاتب النص يوميها وطلع لنا معدل منتهى الغباء كل العالم يمشي وراه. فري ووتر كيرو. دي الغباوه. واي معدل من الاساس؟ هو لو يقول نفس التركيز اللي انا كنت عملته انا كده مش شغال، الاصناف كانت من اعلى تركيز انا كده رحت دور المقدمه بقى ايه دور الورا بقى لو طلعت كبير لو طلعت تالت لو طلعت ورا بوستر ايه العبط ده؟ طب انا هرجع قضيه طبعا دي نوع مكاني مش هقدر اشتغل في عقد عليه فانا لو من البيك تو بيك هم فاهمين ان ده يعني تعقيد لشيء بسيط دور بوك لو مش خلاص دي لعبه طاقه كده كيدني فانكشن تيست احد اقوى الاشياء
الإجابة برضه بقولها في الـ US. الراجل ما اتفطرش. أولا
كان هو حط معدل غلط 100%. ليه؟ ليه؟ يعني غلط. ان المعدل الدول بيرجع لان احنا قلنا تاني ان الكلية الكمية اللي بتشيلها من الدم الامراض كتير تساوي ايه كامل؟ تساوي الامراض الكتير، صح ولا غلط؟ الكلية اللي بتشيله من الدم نحطه في فوق، طب اي امراض تساوي ايه؟ حد يبقى دي دي بي تساوي يو في بي. إذا دي تساوي يو في بي على بي، ما تساويش السكوير روت اوف بي. فدي معادلة رياضيا خطأ. رياضيا كلام ثالث تحليل علمي. إن المفروض دي في بي تساوي يو في بي. إذا دي تساوي يو في بي على بي المعادلة. لأن الأمراض في شريحة بالكامل حطيتها في نوري. يبقى دي في بي تساوي يو في بي، إذا دي تساوي يو في بي على بي. طب ليه المعادلة الصحيحة طلعت نتيجة خطأ؟ والمعادلة الخطأ طلعت نتيجة صحيحة. الإجابة اتصلت ولا بس؟ لما يبقى عندك صورة فيها ايرور تصغرها ولا تكبرها؟ خلاص هو ده اللي عمل الايرور. هو قرب أرقام الناس الطبيعيين من بعض، فبدل إنها رقم واحد. يبقى خطأ علمي الثاني رقم صحيح. لانه صغر الاعداد لما خد السكوير روت بيتحط. فالايرور قل فبدا الناس كلها لها عدد مور اور ليس كثير. لكن هل المعادله دي صحيحه؟ خطا 100%. طب ليه صححها بالرقم؟ الغبي انا ما اعرفش. لانه غبي. ان السكوير روت في دي عمل تصغير للايرور. فالايرور قل فبدا كل الناس لها رقم واحد. المهم كل العالم ده مكتوب بعد كده. مكتوب بعد كده بعد كده. المهم انا عاوز اقول حاجه بقى السؤال ايه بالظبط؟ معادلة كان سكارت الخطأ التي تؤدي إلى رقم صحيح. تسمع دي أهم حاجة عشان نجاوب السؤال. ما تستخدمش المعادلة يوفي دي يوفي سكارت دي على دي غير لابد أن يتوافر شرطين. لازم لما تحكي حجم الدور يطلع اقل من طنطي. ولازم المساله تبقى بتخص اليوريا. يعني هذه المعادله الخطا لا تطبق في الام اس كيو ولا في المستشفيات غير في حالتين. لازم على اليوريا بس مش على اي حاجه تاني. وحجم الدور اقل من طنطي. لازم الاثنين مع بعض، فرق واحد ما ينفعش. لكن حجم الدور يبقى اقل من طنطي والكلام يبقى على اليوريا. المهم كيف ادت المعادله الخطا الى تصحيح الرقم؟ ليه بالتصحيح؟ اللي هو غلاوه منه انه يقول اي فاوند امبيريك لقيتها كده. الفكره الحقيقيه هتجيبها لكم ما يعرفهاش لغه من الزملاء. ايه المعادله؟ هي كده تحفظها كده مطلوبه انزلها تاني. اخر حاجه اوعى تفكر يا حضرتك. انت تقعد تتكلم فيها، انت كده تفهمها تفهم تاني، وما بقاش انسى. وعيد تاني كتير بالظبط. بصوا الكلام ده كامل عايز يمشي يمشي. لو الاشباع دي مره ثانيه هتقعد اخد قوي بقى كده خلاص. ما ينفعش نجيب الاطباق كده هايله، لازم نلمها بقى. دلوقتي بصوا على الوصاله، ايه علم الكلام ده كتير؟ مفيش غير مثال واحد في الدنيا. البوتاسيوم الكليرنس بتاعه اقل من 125. اذا لو انت بتعمل في بلازما كليرنس فقط وعملت الرقم بتاع البوتاسيوم طلع 90 اقل من 115. يبقى تقول البوتاسيوم ده بيحصل له ايه؟ بوتاسيوم يابلوجي. اهو ده عيب البلازما كليرنس. انها بتعطي النتيجه النهائيه. تجد الكاك وليست التفصيلات دي ليه؟ تعال انا اقول لك التفصيلات انت قايلها للبوتاسيوم. يعني ليه؟ الأول البوتاسيوم لميناه كله كومبليت يابلوس 75%، وأي مش عاوزينه اضحك، اللي مش عاوزينه عملناه ريسكيشن، يبقى النت افكت اللي احنا عملنا 10 يابلوس، أدي عيني بتعمل فيها، لكن لما تحسبها بتديك النتيجة النهائية، لكن ما بتقولكش التفصيلات حصل إيه، تحس البوتاسيوم التفصيلات مش إنه 10 يابلوس. هو كان الاول 95% يا فوري نيرلي كومبليت يا فوري وعلي مش عاوز فيه تاني يا ميتو فبقت النتيجه النهائيه ان هو
المتكلمين أفضل. ده كفاية، ده مش الكفاية. بقول لك حاجة، مفيش مثال جديد الآن بتتكلم فيها الآن بتتكلم إن هو المادة الوحيدة اللي بتبقى ليها أفضل الآن. يعني لو ما جاتش في دماغك مش هتيجي في الإجابة. لازم عارفها كويس أوي. طالب أمريكاني مرة يصحى علينا ما جاتوش، طب ليه جابوا دي جيت؟ وقال لهم المحاضر المحترم يا مستعد الاسئله، طب انتوا عرفتوا منين هو اتكلم فيها؟ اتكلموا اللي هو بيحضروا مصر يا بوش. عرفتوا منين بقى ان حضرتكم تنتيجي يا بوش هتوصل 100% وبعدين بوش دي تكمل. معلش يعني انا برضه النهارده عم اقولها لك. حاجه اسمها مايكرو كريتيك سهله جدا في الفهم. رهيبه في التنفيذ، لكن في الفهم ده 60,000. دلوقتي احنا بناخد عينه من كل سيجمنت ونقارنها بالسيجمنت اللي بعدها. ازاي هاخد عينه من بروكلر كوميونتي نيوز؟ وبعدين عينه من نوتو فيلم. ولقيت ترتيب الماده ما اتغيرش ما بين البروكلر ونوتو فيلم. يبقى الماده دي نقدر بيحطوها من دور سكين. لقيت تركيبها دال يبقى حصلها سكريشن. تركيبها قال يبقى حصلها اعظم. ازاي بنتابع التغيرات في السيجمنت بناخد عينات بعد المايكرو كريتيك ونقارن كل حته بنعملها نفس التثبيت يبقى الماده دي لفتت وتحط قلت يبقى حصل لها ليه؟ ابروشن ثالث يبقى حصل لها سيجميشن بالفهم سهله جدا بالتنفيذ رهيبه اكثر من ذكاء مايكرو كريتيك عارف بناخد عينات ازاي من نفس الذكي تتخيل كميه الفلوس اللي بتاخدها من واندا وبتبقى ايه؟ وبالتالي صعوبه تحليل تركيب الماده 30%. مش كده واحد من اصعب التكنيك وورد وايد مايكرو بريتيك بس هي دي الطريقه الوحيده اللي بتتم في البيت. ده لا حدث عبر السيكل. الماده اللي داخله فينا وهي اللي بتاخد وتحصل. تركيبها قال لي بحصل لها ايه؟ ابروش تركيبها قال لي بحصل لها بالفهم سهله جدا. بالتطبيق تمشي بنفسه وحضرتك تاخد ساعات انك تاخد ساعات فيهم ده بشرى ومفروض تحل التفتيش دي. عايز اتكلم فيها بصيغه يا حضرتك. اول على النهارده واحد من اهم الموضوعات عشان كده انا ما رضيتش اخد هادي معاك. كنت هادي حطها جاي. واحد من اهم الموضوعات في الكيمياء لا يمكن ممارسه الكيمياء كل ثلاث اخيار وحولها لعقل الله من ثبات الى مكعبات. ثلاث مجالس كتيرة. أول حاجة تعريف الثلاثة فيها أنت عايزك تعيش الموقف. مش عايز صوت أنا عايز تسمعوه في القلب. أنا عايز كل هذه لهذا الموضوع في ممارسة الشغل. عيش الموقف. ثلاثة هي يبقى هي نبول المختلفة. هي الصوت الخاص. نبول المختلفة هي الصوت الخاص. طالب دي هتحطها كده فين؟ السكريت الانيورال اهم حاجه في المريض. ومره ثانيه هقول الغباوه الكيليا بالسكريت الطالب تيجي الفرد ياخد الطالب ده من الفرد ويرميها من الطالب ده بنعرف حد الفرد وعنده الفرد. التكريشن هذه المعادله مفيش طبيب بيحفظها ومش حافظها. الاماونت كلير سي تي بي يساوي الاماونت السكريت يور في بي. إذا P تساوي يو في بي على بي، يو في بي على بي، على يو والكونتريشن إن يو ستريت، بي في بلازما دي أهم حاجة، فوليوم غير الفرد ماشي، طيب نوصل، الإمبورتنس، أول إمبورتنس حاجة أكاديمية، إحنا كروسنج لك من الرقم اللي هيطلع هقول لك كده هتعمل إيه؟ طلع الرقم 125، ده ملوش معنى واحد ومن في الفلتر هو اللي نزل يبقى الماده دي اسمها اللي هي الدور تفيد توصيلها رقم 125. طلع اقل من 125 يبقى مش كل اللي في الفلتر يبقى في شويه منهم رجعوا فاشل بيه اظن. طلع كتير اون توب يبقى حتى اللي دخل اليوم ما نزلش اللي كتير اون توب يبقى حتى اليوم كله رجع ياخد 100 مليم اظن. طلع كتير اكتر من 125 ما ينفعش ينزل اللي في اليوم اللي فات. اليوم اللي فات 125 لازم نجيب شويه بالظبط.
شريته 10 120 يبقى فرض شريط كبريتي طلع 58 يبقى كومبليتلي سكريتد سورسينج انفورميشن طلع اكثر من 58 يبقى كارد اند سكريت. نيجي الانجازات الرهيبه بقى في الكلينيكال نعكس الموقع. وانا كده ماده انت تعلم عنها مسبقا انها مايبر ريابتوم نورت فيزيك اللي هو الباك هو اللي نازل تطلع كده كام؟ ايه 125 جنيه؟ دي شيء في ارض ازاي الانسان عايش شيء في ارض؟ وانا كده ماده انت تعلم عنها مسبقا انها كده مش طايقاها كومبليت سكيورتي اللي في اليوم تنزل واللي في الباك تنزل يبقى هيبقى باك كوست 350 ايه 350 جنيه؟ بالإفكتيف رينال بلازما كوست الناس ما بينهم يسموها سيبريشن فراكشن اللي من 650 بيكبر ل 25 يبقى 20% بيكبر. وما نيجي للكندا والامريكان الفيوم الاير الفي ناقص بي مليون الاوزمالات بتاع الدوله الاوزمالات انت القيمه تطلع فين؟ انت بتجيب الاوزمالات دي قبل الدوله الاوزمالات تبقى واحد يبقى دي ناقص بي. وفعلا لو اليونت الجهاز بقت لازم اتكلم على الاتحاد استاذ غابه داخل الزمن طب ليه معدل؟ لو اليونت لو معدل اتكلم على الاتحاد من غير معدل لان اليونت الجهاز اعلى يبقى ركزي اليونت الجهاز اقل يبقى فبكت بدون معدل مش لازم نعقدها انت وطلع الجيش وطلع الشجر وطلع الطرس ده دواء امريكاني بس هو ده قال كده الامريكاني راح ما قالش وما حصلش هم في الاخر فيها خلاف طرق. اخر تجربه العيال في المستشفى لازم يحسب بينطط كام سنتي لتورينا اللي هي حاجه مات. تورينا بقى ليها نقط معين. لو حد يدور فوق ال 2 سنتي كان الوضع الشتاء انا بقول لك شغل خصيص انما انت بتقول لي خصيص بعد كده بتقول لي خصيص بطبق المعدل عليه يوم يجي على فين؟ فهذا سبايك لما قطع المعدل في حاله حجم هو اقل من سنتي لقى الناس وحشوا عن بعض. فرض المعدل يوميا اللي يحصل على الرقم الصحيح. انه حط السكور روت اوف دي. فقالوا له اهبل انا ما اعرفش هي كده جت معايا كده اهبل وجت معايا كده. لازم تغلط عشان تغلط في اليوم. لا لا صح ان احنا كل حاجه جهلنا. لكن هو ما اعرفش هو حمار. لا احنا مش كده. كان فايف باوند فيل لكن السكوير روت ده عشان خاطر الصغر ده انا بقى هو اللي حط السكوير روت في حاجتين مريح وعقار الانسان اخر نقطه مفيش غير مثال واحد ايه عمل كذا كتير اهو انت عايزين كمان تفتح وبرده بطل في ايه؟ 14 مليار دولار مش هو ده اللي حصل في ده لكن 40 مليار دولار